أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامج أنا وطفلي. أنا وطفلي اليوم غنتكلموا على موضوع مهم الأمهات. الوليد رضعناه، غالبا رضعناه بالثدي، داز واحد المدة، غنبداو ندخلوا ليه التغذية التكميلية. إمتى نبدا نعطيه شي حاجة واحدة أخرى من غير الحليب؟ كيفاش نعطيه؟ باش نبدا أستاذ الحليمي أنت معنا اليوم، شكرا على الحضور. شكرا. باش توضح لنا كيفاش ندوزوا للتغذية التكميلية بالقاعدة وبالقانون وما نديروش شي أغلاط اللي تقدر تضر الوليدات ديالنا. ألوغ، ما خصناش نبداو قبل 6 شهور، ما خصناش نبداو من بعد 6 شهور. علاش ما خصناش نبداو قبل 6 شهور؟ لأن الجهاز الهضمي ديال الطفل كيكون مازال ما وصلش للنضج ديالو. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، مازال الطفل ما عندوش هذيك القدرة أنه نعطيوه واحد الغذاء من غير الحليب ديال الأم ديالو، لأن هضرنا على الفوائد ديال الحليب ديال الأم، وحتى سبحان الله حتى ذاك السائل يعني هو يتكيف مع الجهاز الهضمي ديال الطفل. علاش ماشي ورا 6 شهور؟ لأن ورا 6 شهور إلا تعطلنا الطفل في الفترة ديال 6 شهور كيكون تسلل المخزون ديال الحديد ديالو. الوغ لما نبداو القاعده الثانيه، المراحل كيفاش غندوزو باش اننا ندخلو هذا الغذاء هذا. اولا الطفل كيكون ولف على الحليب ديال الام، معناتها كندخلو له شي حاجه بالنسبه له هو جديده، يعني على الجهاز الهضمي ديالو. داكشي اش كنقولوا حنا من بعد 6 شهور نبداو نطحنوا داك الاغذيه، الامهات يبداو يطحنوا الاغذيه. ولكن القاعده شنو هي؟ هي اننا نبداو نطحنوا غذاء كل مثلا كل نهار. الوغ هنا ما خصش الطفل نطيحوا في واحد المشكل، اننا نعرفوا شنو هو الغذاء اللي كيدير له الحساسيه الغذائيه. كنعرفوا حنا الحساسيات الغذائيه عند الاطفال كثرت بزاف. الوغ باش نعرفوا الغذاء بين قوسين المتهم بهذه الحساسيه هذه، الوغ كندخلوا الاغذيه، قلنا القاعده الاولى كنطحنوها مزيان، القاعده الثانيه كندخلوها مرحله بمرحله. وواحد النقطه اخرى باش ما ينساوش الامهات، الاطفال في هذه المرحله ما كيكونوش كياخذوا كميه كبيره. يعني بعض الامهات كيبغيو ياخذوا كميه، كيعطيو الاطفال كميه كبيره وكيجيهم غير عادي، الوغ نعطيو كميه اللي هي بسيطه وشويه بشويه عاد كنطلعوا الكميه، ولكن بوجود الرضاعه اللي كنعطيو للطفل اللي كتسمى الرضاعه الطبيعيه. تمام. نعم. كنطحنوا الماكله باش ما تدوزلوش في لي فوايا في التنفس ديالو، داك الشيء علاش؟ تماما، كنطحنوا الاكل باش كيكون سهل وقريب نسبيا لذاك الحاله السائله اللي كيكون الطفل ولف عليها، واللي كيكون لو تيب ديجيستيف ديالو او الجهاز الهضمي ديالو يلاه بدا يعرف هذه الاغذيه اللي هي تدريجيا. تمام. بالنسبه للخضر والفواكه، نعم، واش كاين شي خضر وفواكه ما نقدروش نديروهم ولا خصنا نبداو بهم هما الاولين؟ يستحسن اننا نركزوا على الاغذيه اللي فيها الالياف الغذائيه اللي كنسميو حنا الالياف اللي كتكون رطبه، بحال مثلا القرعه الحمراء، بحال مثلا القرعه الخضراء، بحال مثلا الخيزو، بحال مثلا راه كاينه البطاطا وكاينه البطاطس، لان بعض الامهات كيبقاو يعطيو البوم دو تيغ وداك لا بيغي وكينساو بان راه كنعطي واحد الكميه كبيره وواحد الكميه ديال يعني الطاقه كنعطيها للطفل ممكن يزيد له في لو بوا ديالو. الوغ نوعوا في هذه الاغذيه هذه. والنقطة المهمة في الأغذية شنو هي؟ هي هاد المبيدات اللي كاينه دابا في الأغذية، ضروري أننا نديروها عافاك واحد 10 دقائق في الماء، ماشي أكثر، لأن كيولي ديك الساعة يخرج البوتاسيوم كتولي مشكل آخر. ألوغ 10 دقائق نديروها في الماء باش نقصوا شوية من هاد المبيدات، لأن كنعطيوها للطفل، لأن الطفل مازال كيكتشف. والمعلقات إمتى نعطيو المعلقة؟ امتى نعطيو الفرشيطه؟ انت كيفاش يولف على داك الشيء؟ اللي خاصو يكون هو الطفل، خاصنا نخليوه يكتشف الاغذيه، لان بعض المرات كيكون الغذاء سخون، الا درنا المعلقه الطفل ما كيعرفش بان داك الغذاء راه سخون. الوغ من بعد 8 شهور كنبداو نعطيو الاغذيه اللي هي شويه كبيره. الوغ بحال مثلا خيزو كنكونوا كنطحنوه في المرحله الاولى، المرحله الثانيه كنعطيو بحال بغيتي تقول داك الطريفات ديال الخيزو، الطفل كيبدا يكتشفهم وكيبدا هو اصلا كيكون عنده داك القدره انه يمضخ. ولكن الاغذيه بحال مثلا خيزو، بحال مثلا البطاطا حلوه، بحال مثلا البطاطا عاديه، ولا القرعه الحمراء، ولا القرعه الخضراء. نعم. قلتي لي الوليدات اللي ما كندخلوا ليهمش الغذاء القاصح بكري، نعم، يقدروا يتعطلوا في الهضره. الوغ كاينه دراسات كتقول بان الاطفال الا ما خداوش في مورا 6 شهور تعطلوا في اننا ندخلوا لهم الاغذيه، كتاثر لهم على الجانب اللغوي ديالهم. يعني الطفل ملي كيبدا كما كنقولوا حنا يمضغ وياخذ هذيك الاغذيه هذيك، من تما كيبدا انه كيديفلوبي ولا كيطور هذاك الجانب اللغوي ديالو. هذه دراسات يعني مؤكده على هذا الاتجاه. ملي كندخلوا التغذيه التكميليه كاين اللحوم، ما هضرناش عليهم، اش من اللحم نبداو به الوليد صغير عنده 6 شهور؟ كنبداو باللحوم البيضاء، واللحوم البيضاء اللي كنقصد بها المصطلح الصح هو الاسماك. علاش الاسماك؟ ماشي الدجاج، ماشي اللبان. تماما. علاش؟ لان اللحوم الاخرى فيها الكولاجين، والكولاجين ممكن يكون عنده واحد تاثير سلبي على الجهاز الهضمي ديال الطفل، وخاصه في الامعاء ديالو. لان علاش؟ لان كنعرفوا بان الامعاء فيها واحد البكتيريات،
وبالتالي باش ما يكونش مشكل ديال القبض، باش ما يكونش مشكل ديال الاسهال. دونك الحوت. نعم، علاش الاسماك؟ لان يعني الاسماك كنقولوا حنا دهونها منها وانزيماتها منها، يعني الاسماك كنعرفوا حنا الحوت الا خليتيه دغيا كيفسد. علاش؟ لانه هو غني بالانزيمات، والانزيمات ديالو دايوغ اللحم ديالو دغيا كما دغيا كتحلل في اليد ديالنا، كذلك الطفل هو اللي يقدر يعني دغيا يتعامل مع الجهاز الهضمي ديالو. وما نساوش بان الجهاز الهضمي ديال الطفل مازال في البدايه ديالو، يعني احسن اللحوم ممكن نعطيوه هما اللحوم ديال اللحوم البيضاء معنات الاسماك. استاذ الحليمي شكرا على هذه النصائح. شكرا. اعزائي المشاهدين، ابتداء من 6 شهور دخلوا لهم الماكله باش من يوصلوا ل 10 شهور يجلسوا معنا في الطبله ويدينا بيديهم. شكرا على التتبع والى اللقاء.